الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الوصول إلى الكنز. سأوجه أسئلة للطالب فراس والطالب عزام، ومن يجيب يصعد بلاطة. كلما اقتربت من الكنز ستأخذ الكنز في النهاية. هذه هي الجائزة. جاهزان؟ طيب، الآن سأسألك وأنت تكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن؟ اقترب اقترب اقترب. كمان واحد. خلاص، اقترب هنا. الآن بقي أمامنا ثلاثة أسئلة. أقول يا أنس اجلس مكان. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. تقدم. كتابهم مرهون. قدم. يشهده المقربون. كل منكما يحصل على الكنز. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.